وثائق نقل الملكيه صارت جاهزه، يعني هلا فيكم تقسموا التركبين بعدكم مثل ما بدكم. يعطيك العافيه يا مدام، الحقيقه انت ما قصرتي معنا ابدا. ولو يا استاذ مروان، هذا واجبي، خصوصا اني كنت المستشاره القانونيه عند المرحوم لمدى 10 سنين، مو قلال يعني. بس اللي بيهمني هلا اعرفه انه انتم كيف نويتوا تقسموا التركه بيناتكم مشان اعرف انا اتخذ القرارات اللازمه. والله ما بعرف، انت شو رايك مدام؟ الحقيقه هي شغله خاصه بيناتكم، بس يعني اذا سمحتوا لي اتدخل، انا برايي ما تقسموا شيء ابدا. كيف يعني؟ يعني خلوا المعمل باسمكم انتم اثنين، والمصاري الكاش الموجوده بالبنك بتطوروا فيها المعمل. وبصراحه هي كانت الرغبه غير المعلنه للمرحوم. معك حق مدام، بس انا ما بفهم شيء بشغل المعامل. ولو البركه باخوك استاذ مروان. ما اختلفنا، بس انا بصراحه بفضل اني نفذ رغبتي المعلنه عن تنفيذ الرغبه الغير معلنه للمرحوم. طيب شو هي رغبتك؟ مثل ما اتفقنا المره الماضيه، انا مالي مصلحه بهالمعمل. أصبح بهالحالة، شو رأيك تاخذ المعمل أستاذ مروان؟ أو مثلاً بتعرضوه للبيع وبتتقسم المصاري أنتوا اثنين؟ لا لا، شو نبيعه؟ قطعاً المعمل ما رح ينباع. يا ستي أنا باخده. عظيم. تقرير الخبراء قدر حق المعمل مع الآلات الموجودة فيه بحدود 5 ملايين. موافقين على هذا التقرير؟ أنا موافق. طبعاً طبعاً وأنا موافق. طيب، والمصاري الكاش الموجودين بالبنك 4 ملايين. أصبح أنا رح آخذ المعمل وراح اعطي الفرق لاخي غسان 500,000 ليرة. بس بدي اياهم كاش اخي. كاش ولا يهمك، كاش مو مشكله. اوكي، طالما انتم هيك متفقين بين بعضكم، معناتها انا خليني اعمل عقد اتفاق وبعدين اتخذ الاجراءات اللازمه. ماشي الحال؟ ماشي ماشي. ماشي، اتكلي على الله. ايه غسان، انت عملت عيني العقل لانك اخذت حصتك مصاري كاش. بتعرف هلا الكاش بهالايام احسن شيء. طبعا يا ولا، ولو انا بعرف شو عم بعمل، بلا معامل بلا وجع قلب. ابي الله يرحمه ما انجلط ومات الا من وراء المعمل. طيب شو ناوي تعمل بالمصاري؟ ليكو التانية ليكو، يعني المصاري لايش خلقت؟ مو مشان يستمتع فيها البني ادم؟ بعدين تعي لقلك، خلينا نتشبرق يومين ثلاثة بهالحياة قبل ما نموت، ما حدا اخذ معه شيء. معك حق، ليش كم مرة رح يعيش الواحد؟ بس اسمع غسان، المثل بيقول لك خذ من التل بيختل. بقى لازم تلاقي لك مشروع تشغل فيه المصاري. ولا يهمك، لاحقين على وجع الراس، بكره منلاقي 100 شغله منشغلهم فيها. وصدقيني يا رولا، صدقيني، اذا ما بساوي لك هالاربع ملايين 20 مليون بظرف سنتين، ما بيكون اسمي غسان. شلون ندبر 500,000 ليرة لاخوك غسان؟ لا تاكلي هم، مو مشكله، بيتدبروا. وبصراحه يا نادية، انا عم فكر بيع السياره. يو؟ شلون بدنا نقعد بلا سياره؟ شو بدنا نساوي لكان؟ لأنه المعمل على وضعه الراهن وبآلاته يلي أكل الدهر عليها وشريب عم يطالع 200-300,000 ليرة بالشهر. بقى ولا يهمك، بشهرين زمان بنشتري سيارة جديدة. بعدين نادية، ما بخفي عنك أنا في براسي موال تاني. شو هالموال بقى؟ عم فكر اشتري خط إنتاج جديد وضاعف الإنتاج 4-5 أمثال وافتح قنوات جديدة للتصدير لبرا. طيب هالشي ممكن يعني؟ والله يا نادية، إذا نوى الإنسان كل شيء ممكن، وإلك عليه بظرف سنتين زمان ساوي المعمل من أحسن وأشهر المعامل بالبلد. بس أنت أصبري عليه شوي نادية، معليش. إن شاء الله يا مروان، روح الله ياخد بيدك ويرزقك ويوفقك يا رب. هيك بقى انتقلت ملكية المعمل للأستاذ مروان. إن شاء الله ألف مبروك أستاذ. الله يبارك فيك مدام. مبروك أخي. الله يبارك فيك. إن شاء الله يبارك فيك غسان. مبروك. الله يخليك يا رب. ايه سيدي، وهي 500,000 ليرة، الشيك قيمته 500,000، وهي التنازل بامكانك تسحب باقي المبلغ اللي هو حصتك من الكاش الموجود. يسلم ايدك اخي. الله يسلمك. الف مبروك ان شاء الله. الله يخليك. ان شاء الله تتهنى. الله يسلمك يا سيدي. ولا سكر الصندوق، لحق حالك قبل نص ساعة 12:30. شكرا. ان شاء الله ألف مبروك. يسلموا هالإيدين حبيبي. عجبك الطقم؟ بجنن، بيطير العقل، بس بعينته غالي كثير. قديش حقه؟ 250,000 ليرة، بس ما بينعز عنك شيء. ها، ولسه محضر لك مفاجأة كبيرة. لا غسان، حاجتي اليوم مفاجآت، لك بخاف يصير لي شيء.
تستاهلي حبيبتي. مستاهل يصير لي شيء؟ لا ولو. انت صبرتي كتير معي وتعبتي. بقى جهزي لي حالك للسفر بأقرب وقت. سفر؟ لوين؟ بدي أحضر لك بروجرام سياحي بيطير العقل. ياه، يعني شهر عسل تاني؟ لا ستي، مو شهر واحد، شهرين. واحد لأوروبا والتاني لأمريكا. لا مو معقول غسان، أكيد عم تمزح. عم تحكي جد؟ لك ليش لأمزح؟ شو الناس اللي عم تروح سياحة أحسن مني ومني؟ بعدين خلينا نقبع وش هالدنيا يومين ثلاثة، شو بيصير يعني؟ يا ستي اخترت لك احلى برنامج سياحي، جوله كامله على معظم دول اوروبا، ابتداء من تركيا مرورا بالبلقان واقليم كوسوفو وانتهاء بالبرتغال. يعني تقريبا كم يوم؟ يعني حوالي الشهر، وبعدين بقى منكمل على انجلترا، بنقعد اسبوع زمان، بنقضيها بلندن وبنيوكاسل، بعدين بقى بنطلع اسكتلندا، فينرال داندي، اوبردين، او من انجلترا نطلع رحله بحريه على متن السفينة وذي بلاجر، على أمريكا بالبحر. ما أحلى البحر، تعرفي يعني شبيهة كتير بقصة التايتانيك، بس القفلة غير. يا سلام عليك يا غسان. وبأمريكا منقضي 20 يوم، بين واشنطن، تكساس، لاس فيغاس، كاليفورنيا، وبعدين نرجع. يعني بدك تعتبريها رحلة العمر، شو رأيك؟ طيب قديش بدها تكلفنا هاي السفرة؟ يعني بحدود المليون. مليون؟ مو كتير. إيه لا مو كتير على هيك رحلة. بعدين تعي نحسب الورتة اللي طلعتنا 3.5 مليون، مو 4.5، شو بصير يعني؟ صح. مروان؟ ما قلت لي شو صار معك؟ يا ستي دفعت رعبون خط الآلات الجديد ومشي الحال. وقديش بيطلع حقه؟ يعني بحدود ال4 ملايين ليرة. اوف مو كتير. هو في اغلى من هيك بكتير، بس مبدئيا الالات بتوفي بالغراض. طيب مروان منين بدك تامن مساري؟ منين يعني؟ من البنك. رح اسحب قرض على ضمان المعمل، قدمت الاوراق وكل شيء جاهز، وبعد حوالي اسبوع بقبض القرض، ووقتها بتكون وصلت الالات الجديده. يعني امتى ممكن يشتغل الخط الجديد؟ يعني بالكتير 10 ايام. بس شو يا نادية، رح نطالع إنتاج خيلي ورح نكسب السوق، لأنه صدقيني إذا ما طورنا الإنتاج ما بنقدر ننافس. تقبرني ما بينخاف عليك، أنا واثقة أنك رح تبلع السوق بسن زمان. إيه لكن حتى تعرفي أنه مواهب جوزك إيه ما لا قليلة أبدا. بدك مني شيء أنا؟ لا تسلمي لي، ما بدي شيء. الله يسلمك. ايوه عظيم جدا. امتى استلمتوا التحويل؟ طيب الله يرضى عليك، ابعتي له
نعم؟ لا لا لا، بعطيلهم إشعار بالاستلام. أي ماشي الحال. ماشي. تحياتي استاذ. أهلا وسهلا. وصلنا الفاكس من الشركة بالغالية. عظيم جدا. وافقوا على العرض تبعنا وطلبوا بضاعة بحدود 3 ملايين ليرة. شو الحكي؟ تفضل. يا سمو دياب. شكرا، الله معك. اليوم وقعت العقد مع الشركة البلغارية. إن شاء الله ألف ألف مبروك. الله يبارك فيكي. وأول طلبية طالبينها بحدود 3 ملايين ليرة. عظيم كتير، معناها صار فيك توفي قرض البنك. وليش لحتى أوفي؟ حبيبي إذا خلصت منه مو أحسن؟ لا تفك لي هم، القرض بينوفى لحاله. لكن مروان شو رح تعمل بالمصاري؟ حاطط عيني على معمل كحت قماش وبيجوز أخده. شو بدك فيه؟ يعني هيك منصير بدال ما نبعت القماش على المكحتة وندفع عليه مصاري منكحته عنا، يعني فيها توفير منيح بكلفة القطعة. طيب مروان المعمل غالي؟ لا والله يا نادية مو غالي، بالعكس لقطة، صاحبه مضطر يبيعه ومتنازل كتير بالسعر. روح الله يوفقك يا مروان وينولك اللي ببالك يا رب. دخلك شو أخباره أخوك غسان ومرته؟ أوه صاروا بأمريكا، اليوم حكى معي بالتليفون على الشغل. يعني بس نحن هيك بدنا نضل مدفونين بالحياة؟ امتى بدنا نطلع سياحة؟ لا تستعجلي الأمور حبيبتي، كل شيء بوقته حلو وكل شيء جاي إن شاء الله. كترنا وبس كتير روان، كترنا وبس طلع معنا زيادة وزن 150 كيلو. يا ستي شو نحن كل يوم حنسافر؟ بعدين بالسفر الواحد بيستحلي كتير شغلات، وأنا مثل ما بتعرفي من النوع اللي ما بحب أحرم حالي من أي شيء بالدنيا. بس بدك الصراحة، أنا ما كنت عارفاني إنه الأسعار نار لهالدرجة. طبعا بدها تكون نار، لأن معظم الشغلات اللي اشتريناها ماركات عالمية ومشهورة. دخلك قديش كلفت هالسفرة؟ يعني بحدود 2.5 مليون. أوف والله كتير، مو هيك؟ والله كتير يا رولا. تعرفي كان لازم نعمل شوية كنترول، يعني كان بكفي مليون. اقول لحالك، بتعرف انك حطيت بكازينو لاس فيكاس أكتر من 300 ألف؟ ايه قالت الروليت لحالك خسرت فيها 5000 دولار. مو بإيدي يا رولا، مو بإيدي. الكازينوهات فيها سحر غريب عجيب، وكيف الواحد بيدفع كل هالمصاري ما بعرف. شلون ما بتعرف؟ ليش ما بتكون مثل هدول الناس بيفوتوا بيتفرجوا وما بيحطوا ولا فرنك، بيحملوا حالهم وبيمشوا؟ بس انت سبحان الذي خلقك، مدري شو بيصير لك، بتنلهج وبينعم على قلبك. يا ستي ولا يهمك، كل شيء بيتعوض. انت بس دعي لربك انه هالاسهم اللي اشتريناها بالول ستريت ترتفع شوي صغيره، وساعتها شوفي كيف حنصير فوق الريح. ما بعرف يا غسان، انا قلبي نائزني. يعني انت ضروري تشتري بكل المصاري اسهم؟ هيك نظام البورصه، يعني باقل من 50 ألف دولار ما فيك تدخلي. بعدين ان شاء الله مفكره كل واحد صار معه قرشين بيلعب بالبورصه على كيفه. يعني نحن كثير كنا مضطرين لهالشغله. لك شو بقى هالشغله؟ هي الشغله احسن شغله، ياما ناس صاروا مليارديريه من وراها، وياما ناس صاروا تحت الارض كمان. لك ليش هالتشاؤم؟ فاهمين ليش نتشائم هيك؟ خلص لا تخافي لا تخافي، انا دارس الموضوع من كل جوانبه. دارس الموضوع؟ ما شاء الله عليك، اللي بيسمعك بفكرك ما كنت تتكنس من البورصات. اللي بقى شلون دارس الموضوع؟ هلا هذا العصر شو بيسموه؟ عصر شو يعني؟ عصر شو؟ عصر السرعة. لك مين جاب سيرة السرعة؟ هذا العصر يا خانم اسمه عصر ثورة الاتصالات والمعلومات. ايه شو يعني؟ مشان هيك
شركات الاتصالات بالعالم هي الشركات اللي لها مستقبل، وكل المستثمرين بيشغلوا أموالهم بهيك شركات. لحد هلا ما فهمت شي. يعني بالقلم نشرح، أنا اشتريت أسهم بشركة مضمونة الربح، وشركة تيليكوم للاتصالات هي من أهم الشركات بالعالم، وأسهمها عم ترتفع يوم بعد يوم، فاطمني وارتاحي وحطي رجليك وإيديك بمي باردة. وبركي هالشركة فلست. لك شلون بدها تفلس؟ شركة ضخمة رأس مالها 100 مليار دولار تفلس؟ فظيعة أنت، عندك أفكار صبيانية كثيرة. قومي قومي اعملي لنا فنجانين قهوة خلينا نروق راسنا. قومي مثل ما بدك. قال تفلس. مبروك معمل الكحت استاذ. اهلين نعيم، الله يبارك فيك. وعلى قديش رسي البازار تبعك؟ بثلاث ملايين ونص. صدقني استاذ مو غالي ابدا، انا على حد علمي مكلفه كلف لصاحبه 6 ملايين ليرة، وهذا الحكي مو هلا، هذا الحكي قبل سنتين. معك حق، بيسوى هيك شيء، لانه الالات حديثه كثير وجديده وقليل مثلها بالبلد. لا وغير هيك بتعطي نوعين كحت، كحت حجر وكحت انزيم، وفيك تتحكم بدرجه الكحت والمعالجه عن طريق الكمبيوتر. بتصور استاذ انه من هلا ورايح ما عاد فينه حدا ابدا ينافسنا بالسعر. مو بس بالسعر، وبالنوعيه كمان. الو اهلين ناديه. نعم لبيت اخي. ايه منروح، منروح اليوم المساء، اتصل فيهم وخذي موعد بعد 9. اوكي حبيبتي، مع السلامه. الله يصلحك يا غسان، يعني ما لقيت غير هالشغله. ليش شبه البورصه يا أخي؟ البورصة إلها ناسة، وأنت عظمك رقيق وما ممكن تتحمل أي هزة. بقى ليش عم تفوت فوتات مالك فيها وتبعزق مصاريك؟ ليش مالي فيها؟ كل ما هنالك إن الشغلة بدها جرأة وقوة قلب، وأنا والحمد لله مو ناقصني شي. لك إيمونا هلا من موضوع الشغل، خلونا نحكي بغير شي. بالفعل يا جماعة، احكوا لنا شو شفتوا بأمريكا. آخ على أمريكا، لا تذكرونا يا جماعة. اصلا الوقت اللي اجينا على البلد لليوم صايبتني حاله اكتئاب حاده بس من المقارنه. اصلا اخي غسان من طول عمره متهور وطايش وقراراته ارتجاليه، وبكره بتشوفي شلون رح يوقع نكس على راسه. مروان هلا انت متوقع انه غسان يخسر بالبورصه؟ مو قصه يخسر ويربح، بس لعبه البورصه اكبر من غسان بكتير، وشغله بتعتمد اكثر شيء على الحظ. يعني بصراحه ما بتفرق عن القمار بشيء، ويا مناس انخربت بيوتها من وراء القصة. الله يستر يا رب، الله يستر. والآن نلقي نظرة على سعر صرف الدولار مقابل بعض العملات العربية. شو غسان؟ بدك تضل سهران؟ ليش قديش الساعة؟ شو صارت الساعة 2؟ شو هالحكي؟ بتصدقي مو حاسس بالوقت؟ شو يعني ما بدك تنام؟ يلا كمان شوي بس لأطمن على مؤشر ناسداك. ها طلع 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 مؤشر ناسداك 5 نقط. شو يعني؟ يعني أكيد رح ترتفع أسعار أسهم تيليكوم. يعني ربحنا بالأسهم؟ بتصور هيك؟ قديش ربحنا؟ ناوليني قال حاسب أشوف. ما استفدنا شيء، رجع السعر نزل بهالسرعة. نزل؟ إيه لك، بورصة هاي مو سوق هال، يعني الأسعار بتطلع وبتنزل بين لحظة والتانية، والشاطر بيلحق حاله. طيب يعني إذا بدك تبيع الأسهم شلون بدك تبيعها؟ شغلة سهلة كتير، تليفون واحد للخواجة نصار بيمشي الحال. والله شغلة بتحط العقل بالكف، أحسن شي الواحد يروح ينام. تصبح على خير. أوف والله غريبة، شلون هيك مؤشر داو جونز طالع طلوع وداكس عم ينزل؟ شلون صار الحكي؟ إنا لك تصبح على خير. غسان خير؟ شوفي طلع ناسداك. لك شو عرفني انا بناسداك وغيره؟ ما بدك تقوم، صارت الساعه واحدة. الله يسامحك، ليش ما فياتيني من الساعه؟ بتكون بلشت بورصه طوكيو. طب ما بدك تفطر؟ بدي اطمع على حركه المؤشرات. ايه طبعا شحننا كل البضاعه. لا لا بحوالي صغيره ضد الدفع، بس بدي منك شغله الله يرضى عليك، بدي الدفعات تكون منتظمه وكبيره. ايه لك، ايه ماشي الحال وهو كذلك. الى اللقاء، الله معك.
خير يا انسه في شيء؟ استاذ وصل فاكس اليوم عم بيقولوا فيه انه شحنه القماش وصلت. شو هالحكي؟ معناها لازم اطلع على اللاذقيه فورا. طبي لي البيت لو سمحتي. حاضر استاذ. التعمير والاستشارات الهندسيه. ثبتت اليوم اسعار اغلاق الحمام على الشغل بالنسبه معاويه للتعمير. مو معقول. 10%. لك ما عم صدق عيوني. 49 ساعه. يلعن حظي ما ارزله. شوفي نزلت الاسهم بورصه نيويورك نزلت بنت كلب. شو هالحكي؟ اعطيني التليفون احكي مع خواجه نصار. اعطيني بسرعه. المصريه المدينه في الانتاج الاعلامي صارت اعلان الكره المصريه اكل ونسف للشدات الجيزه العمل المقاولات. الو خواجه نصار، انا غسان الموادي عم بحكي من الشام. خير طمني شو الاخبار؟ ايه شفت على التلفزيون نازله هلا الاسعار. شو هالحكي؟ لسه بدها تنزل اكثر من هيك؟ ارتفاعا بلغ 10 نقاط. طيب شو السبب برايك؟ شهدت اتجاها معاكسا. ما بينحكى على التليفون ما مشكلة. طيب الحل قل لي شو الحل؟ وشهدت سوق عمان الاوراق الماليه تداولات. امتى؟ ولم يقع تغير نذكر على مؤشر البورصه. طيب ماشي. كما انهت بورصه البحر حاول تعاملات اليوم على انخفاض. الله معك. ايه شو قال لك خواجه نصار؟ قال يمكن تنزل الاسعار اكثر من هيك. شو يعني؟ يعني لازم امن له 20,000 دولار ب 12 ساعة. ولا شو هدول؟ ولك شلون لشو هدول؟ مشان ادعم مبلغ التأمين تبعي، لأنه إذا نزلت الأسعار المبلغ اللي عندي ما بيغطي الفرق وبينخرب بيتي وبطلع أوت وبروح كل المصاري، فهمتي بقى؟ شو هالحكي؟ ولي على عمتك يا رولا، خلص جوزك. لك إيه حاجة تنوحي، فكري معي كيف بدنا ندبر 20,000 دولار؟ 20,000 دولار؟ منين؟ مالك غير أخوك مروان. إيه والله جبتيها. ألو نعم. أهلين غسان. لا والله مروان مو هون، مروان باللاذقية. باللاذقية؟ هلا وقت اللاذقية؟ يعني شو راح يعمل باللاذقية؟ عنده شغل هنيك، راح يستلم بضاعة. وإمتى بيرجع؟ على أساس إنه بكرة المساء. أعطيني رقم الموبايل تبعه لأتصل معه. مروان ما عنده موبايل. ما معه موبايل؟ معقول تاجر طويل عريض مثل مروان ما يحمل بإيده موبايل؟ هلأ ما قلت لي، شو بتريد منه؟ الشغلة كتير ضرورية، أعطيني أي رقم بلادية احكي معه. طيب، خذ رقم الأوتيل اللي نازل فيه، سجل عندك. صارت الساعة 4 ولهلأ متصل. معقول لسه ما وصل على الأوتيل؟ شو بيعرفني أنا؟ شو بيعرفني؟ طيب، اتصل فيه غسان. حكيت معه 5 مرات. ألو أهلين خواجه نصار، طمني شو القصة؟ شو الأخبار؟ كمان نزلت الأسهم؟ شو يعني؟ يعني طلعت برا؟ يعني خرب بيتي وراح مصاري؟ الله لا يوفقك إلهي! هيك لك خسرت كل شيء. إيه والله يا أخي، كل شيء. حتى رولا خسرتها. تصور؟ ما قبلت تبقى عندي بعد ما صار اللي صار. طلقتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقديش معك هلا؟ الله لا يفضح حدا يا اخي. ما معي ولا قرش. سويت على الحديد يا الله وكيلك. غير 100 ليره بجيبتي ما في. بعت السياره وعفش البيت مشان استر حالي. وشو ناوي تعمل هلا؟ بدي احاول اوقف على رجلي من جديد. شلون؟ انا الحق علي. المفروض ما كنت اوثق بمؤشر ناسداك. يعني لو كنت مشتري اسهم بشركات مختلفه ووزعت راس مالي كان الوضع افضل بكتير. على القليله ما كنت خسرت هالخساره. ما فهمت عليك، يعني شو ناوي تعمل؟ قلت لك ناوي اعوض. رح اطلع على بيروت وهنيك رح اشتغل بالبورصه، بس هالمره رح اشتغل بوعي اكبر. يعني رح اخذ شويه اسهم له علاقه بمؤشر داو جونز، وشويه تاني له علاقه بمؤشر داكسن، وشويه بمؤشر كاك. وبهالصورة إذا طلع المؤشر أو نزل بضل واقف على رجلي. ها؟ والرأس مال منين؟ منك أنت. أنا؟ إيه طبعاً منك. لكن من مين؟ يعني معقول أخي يكون موجود وروح تدين من حدا تاني؟ بعدين أنت أمورك يا أخي ماشي والحمد لله، لازم توقف معي بهيك محنة. إيه بس أنا ما بدي كثير أخي مروان. مليون أو مليونين ليرة، مو أكثر من هيك. طبعاً هدول دين برقبتي، ومتى ما مشيت أحوالي برجع لك إياهم. أخي بصراحة هاي شغلة البورصة كلها ياتها مع بيت راسي، والشغل فيها مو مضمون يا أخي.
يعني مثل اللي عم يلعب بالقمار، وفي احتمال كبير ترجع تخسر مرة تانية. بقى الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا غسان. حاجة طيش بقى، حط عقلك براسك، الله يرضى عليك، ما عدت صغير انت. طيب بلا البورصة، انت اعطيني المبلغ وانا بلاقي شي مشروع على مهلي، المهم اشتغل وعود خسارتي. انا اسف يا غسان، ما بقدر اعطيك هيك مبلغ ابدا. ليش اخي؟ هيك عم قلك ما بقدر. ما معك يعني؟ لا معي بس ما بقدر. طيب فهمني شو السبب؟ يا اخي مو ضروري اشرح لك، عندي اسبابي خاصة انا. تفضل، هاي شيك 5000 ليرة، دبر حالك فيهم لبين ما تلاقي الحل. 5000 ليرة؟ لا معلش، شكرا لك، ما بيلزموني. انت شو فكرني جاي اشحل منك؟ بس يا خسارة، يا خسارة على هالزمن اللي صاروا الاخوة يتعاملوا فيها بهالطريقة. حسبها مثل ما بدك، بس ارجوك لا بقى تطلب مني مصاري، الله يرضى عليك، لا تطلب مني منوب، فهمت؟ حط لي هالشي ببالك. هيك عم تحكي؟ بسيطة، بس يكون بعلمك من يوم ورايح لا انت اخي ولا بعرفك. ماشي الحال، تفضل الله معك. عفوا ممكن اقعد هون جنبك الفيات؟ خير يا ابني، شايفك مهموم كتير. عفوا لتدخلي، بس اذا كنت متضايق وجاي على بالك تحكي انا مستعد اسمعك. ايه والله يا عم كتير متضايق. لا حول ولا قوة الا بالله، واضح انه شغلتك كبيره يا ابني. انا اسف لاني عم بتدخل بشي ما بيخصني، بس الناس للناس. لا لا عادي مو مشكله. يا ريت تحكي لي قصتك وتفضفض احسن ما تضل حاصر بقلبك. خير شو اللي صاير معك؟ ماشي يا عم رح احكي لك قصتي. اما قصه غريبه، معقولة تشحد من أخوك وهو مليونير؟ يا سيدي مو بس هيك، قلعني من مكتبه وتقليه وما رضي يعطيني غير 5000 ليرة. قسما بالله فاتت لعنده شحادة عطاها 50000 ليرة مشان تعمل عملية لابنها. أما أنا أخولي من لحمه ودمه. طول بالك أستاذ غسان، وصدقني الدنيا فيها الحلو والمر وقصصها أغرب من الخيال. بيقول المثل رب صدفة خير من ألف ميعاد. يعني صحيح نحن التقينا هون صدفة، بس صدقني أني ارتحت لك وحسيت أني بعرفك من زمان. لا وخصوصي أنك ابن أصل وأخ التاجر المعروف مروان الموالدي، ومشان هيك أنا بدي أعرض عليك عرض وبتمنى توافق عليه. تفضل يا عم. أنا عندي معمل شراشف وبشكير، والمعمل جديد ولسه ما انطلق منيح بالسوق. كنت عم ادور على موزع شاطر يقدر يسوق لي انتاجي هون وبالمحافظات، فشو رايك تشتغل بهالشغله هي؟ هو صحيح الشغله متواضعه بس هذا اللي بيطلع بايدي، وعدم المؤاخذه انا فهمت منك انه يعني ما عندك تاكل. اي والله صحيح. بقى صدقني هالشغله فيها مردود ممتاز، وما بتعرف بجوز الله يفتحها علينا ونكسب منيح، وشوي شوي ممكن نطور حالنا. شو رأيك؟ ماشي ما عندي مانع. راح أعطيك نسبة من التوزيع، وكل ما اجتهدت أكثر كل ما كان مردودك أكبر. اتفقنا سيد غسان؟ يعني بقدر أقول لا بدك ياني شحاد ومشارط؟ لا ولو، لا تحكي هيك فيك البركة. تفضل شرف. كتر خيرك. حمص ولا
طلبيات حلب سجلتها؟ سجلتها، بكرة بتكون بالشحن. عندك شي طلبيات جديدة؟ ايه عندي. اتفقت مع موزع جملة بالحقيقة على طلبية كبيرة، بده ياخذها كلها على ليبيا. حلو، عظيم كثير. بس كاسرني بالسعر شوي. ما له شي، ما في مشكلة. إذا الكمية كبيرة بننزل له شوي بالسعر. بده 100 سيري من كل مسطرة، وأعطاني 100,000 رعبون. يا عيني عليك، يا هيك الشغل يا بلا. تفضل هي المصاري. خليهم معك دفع على الحساب. لسا في إلك معي 100,000 تانية. بسدد لك إياها يوم الخميس الجاي. يسلموا الإيدين. الله يسلمك. بالفعل أستاذ غسان، الله يعطيك العافية. يعني هالأربع شهور يلي استلمت فيها التوزيع، زاد توزيع المعمل 3 أضعاف. وهذا كله بفضلك. لا، هذا بفضل رب العالمين. ادخل. مرحبا بابا. أهلا بابا. بعرفك على الأستاذ غسان اللي حكيت لك عنه كثير. أهلا وسهلا. بنتي فاتي. تشرفنا. يا أهلا، نحن بالأكثر أستاذ غسان. على فكرة بابا كثير معجب بنشاطك ودائما بيحكي بسيرتك. الله يخليك يا رب، بس ما تكوني مليتي من الحكي عني. أكيد لا. إيه بابا. شو سبب الزيارة؟ تعطلت سيارتي بابا وبدي استعير مفاتيح سيارتك. يا تكرم عيني. تفضلي. بس لا تتأخري كتير. لا، شغلة 2 ساعة زمان. يلا باي باي. مع السلامة. مع السلامة. فاتي بنتي الوحيدة. بس مسكينة ما لها حظ. ليش خير إن شاء الله؟ تزوجت على أمريكا. بس زوجها طلع قليل أصل. وطلقها بعد 4 سنوات لأنها ما بتجيب أولاد. مسكيني على الحظ، ما بتستاهل والله. يا سيدي نرجع للشغل. في معرض المنتجات السورية بدبي، شو رأيك تطلع تشترك فيه؟ ما في مانع، ليش لا؟ بهالحالة رح تاخذ معك إنتاج معملين. حكيت مع واحد صاحبي عنده معمل تريكو ورح يعطيك مساطر وانت بتعرضها هنيك بمعرفتك، وكل شي بحسابه. يا سيدي أنا مستعد أخذ إنتاج 10 معامل إذا بدك. بارك الله فيك. يلا عن إذنك. مع السلامة. طمني، كيف كانت سفرتك؟ عظيمة كتير. ما قلت لك بابا انه الاستاذ غسان ما بينخاف عليه؟ يعني ان شاء الله جايب معك طلبات منيحة. حوالي 8 ملايين ليرة. يعني عليك. ها؟ هيك الشغل ولا بلا؟ ومعمل التريكو شو صار فيه؟ خصصته بحدود 4 ملايين، وكله على سنغافورة والباكستان وماليزيا. شو بدك على سبب هيك؟ يعني هي طلعت سفرتك 1.25 مليون. نعمة كريم. طيب شو رأيك غسان تشاركني على معمل جديد؟ بس أنا ما معي راس مال. أنت مالك، دبر 1.5 مليون وبكتب لك ربع المعمل وأنت بتشرف عليه والأرباح بالنص. الحقيقة ما بعرف شو بدي أقول لك. أنت غمرتني بلطفك وكرمك، والله بعت لي إياك من السماء، ولولاك ما كنت بعرف شو بدي أساوي بحالي. أنت اللي بتستاهل كل خير لأنك بتحب الشغل. هلا رح تقضوا لنا إياها مجاملات؟ يفكرونا بشي مشروع غدا قبل ما تفكروا بمشاريع الشغل. غسان، أنا جاي على بالي أعزم اليوم بابا على الغدا، شو رأيك؟ شو عليه؟ احكي معه. هلأ بحكي، بس لأنه من وقت اللي تجوزنا لهلأ ما أجا تغدى عنا غير مرة واحدة. صحيح، التاني مسكين الله يعينه، الشغل أخذ كل وقته. المشكلة إنه الله بهليني بأب وجوز، ما بيعرف من هالدنيا غير الشغل والتجارة. شو بدي اعمل؟ هيك نصيبي. حظك قليل، يعني لو تعرفتي علي انا وصايع كان دورتك بكل بلد شهر كامل. بالفعل حظي معطر. هلا ركزت على دوري وما بقى بدك تطلع سياحه؟ ولا يهمك روحي ولا يهمك، الشهر الجاي عنا معرض ببلغاريا، جهزي حالك لتروحي معنا. ايه ها؟ هذا الحكي اللي بينسمع.
ما بكفي ما عملت لي شهر عسل؟ كله ملحوق عليه ان شاء الله. المهم شو رح تسوينا على الغداء؟ شيخ المحشي ومقلوبه، هدول الاكلتين بابا كتير بيحبها. عظيم كتير. لازمك غلط شيء قبل ما امشي؟ لا حبيبي تيسر انت، انا بدبر حالي. يلا باي. مع السلامه. حاكيني بس توصل على المكتب. ان شاء الله. يعطيك العافيه. اهلي الله يعافيك عمي. عندك علم ان اليوم موعد الاجتماع السنوي لرابطه الدجال؟ اي عندي علم، بعثوا لي كرت دعوه. وناوي تحضر؟ ما بعرف، انت شو رايك؟ نحضر سوا، شو خسراني؟ خصوصي انه رح ينتخبوا رئيس للرابطه التجاريه، وضروري نعطي صوتنا لحدا بنعرفه. وهو كذلك عمي. يلا، تاخرنا على المقلوبه وشيخ المحشي، شغلك. تفضل سيدي. يعطيكم العافية جميعاً. طبعاً نحن اليوم بدنا ننتخب رئيس جديد للرابطة التجارية، وما وصلني غير طلب ترشيح واحد لهالمنصب، وحسب النظام الداخلي للرابطة راح نطرح اسم المرشح للاقتراح، فإذا نال نسبة 60% من أصوات الأعضاء بينجح، وإذا نال نسبة أقل راح نفتح باب الترشيح من جديد. عفواً أستاذ، مين المرشح لرئاسة الرابطة؟ المرشح هو السيد مروان موالدي. مروان؟ بقى في حدا عنده اعتراض على ترشيح السيد مروان لهالمنصب؟ اي نعم، انا عندي اعتراض. ممكن نعرف شو هو؟ اعتراضي انه الانسان احيانا بيتاخد بالمظاهر، ونحن للاسف الشديد بهالاجتماع مخدوعين بالمظاهر. شو بتقصد استاذ غسان؟ اللي بقصده انه يمكن معظمكم ما بيعرف انه الاستاذ مروان موالدي التاجر الثري المعروف والمليونير الاشهر هو أخي ابن أمي وأبي، وهالأخ الحبيب الغالي العزيز لما صار تاجر مليونير كبير دقيت بابه، وكنت بأشد لحظات الفقر والعوز، قام طردني وتخلى عني وصار يتعرى مني كأني حرف سائط أو كلب لكلاب الشوارع، وفعلا صرت نام بالحدائق وما معي فرنج بجيبتي، بينما هو نايم على فراش من حرير، وطلب مني ما يشوف خلقتي ولا دوس مكتبه، وبكل صفاقة بيعطيني حسني حقيرة كأني بتسول عنده، ولولا العيب والحياة كانت برا مني بالنفوس. بقى بتقديركم يلي ما في خير لأخوه ممكن يكون في خير لهالبلد أو للرابطة التجارية أو لأي إنسان إن كان؟ لا، ولولا هالإنسان اللي قدامكم، هالشخص الطيب هاد يلي ساعدني وشجعني وشغلني وجوزني بنته، كنت لحد اللحظة مربي بالشارع ما معي آكل. ولهالسبب أنا بستنكر ترشيحكم للسيد مروان، وبطعن بأخلاقه وبسلوكه، لأنه ببساطة هالإنسان هاد ما في ذرة من الرحمة والعطف والإنسانية. وهي السيد مروان مرشحكم النبيل، تفضلوا فيكم تسألوه. أخواني، الحقيقة أنا ما كنت بتمنى أن أحط بهيك موقف، بس هيك ظروف شاءت وأنا مضطر أحكي، ولحتى ما حدا يفهمني غلط مضطر أحكي القصة من أولها. الوالد الله يرحمه ترك لنا ورثة قاسمناها أنا وغسان. أنا أخذت حقي من هالمصاري ومن ضمنهم معمل الوالد، وهو باعني حصته وأخذ كامل حقه، وحرمت نفسي وعيالي من كل شيء وانغمست بالعمل حتى قدرت كون هالثروة. بينما أخي غسان الله يصلحه ويهديه صرف أمواله بحترها بأسواق البورصة والمضاربة والإقمار والاستجمام والسياحة والترف واللهو والرحلات، هيك لحتى بدد أمواله وما بقي معه قرش واحد. حتى زوجته ملت من طيشه وجنانه وتركته، وصفي مثل صبي الحمام، إيد من ورا وإيد من قدام، وكله بسبب تبذيره بهداك الوقت. وبيوم من الأيام إجا لعندي وطلب مني 2,000,000 ليرة دين حتى يشتغل فيهم بأسهم البورصة، فما كان مني إلا أني صرفته عن بابي بحزم، وامتنعت عن مساعدته نهائيا إلا بكم قرش حتى يسد فيهم جوعه. وبمجرد ما طلع من عندي مكسور الخاطر
بعت له أبو حسان يلي هو موظف عندي وخليته يلحقه على الحديقة ويتحركش فيه ويشغله بمعمل البشاكير يلي هو بالحقيقة ملكي. أنا يلي كنت ورا صفقة السوق التجارية بدبي ويلي درت عليه أموال طائلة لأني اشتريت البضاعة كلياتها لحسابي وبعته إياها برخص حتى يحقق دخل محترم ويتحسن وضعه المادي ويحس إنه أنجز هالصفقة بشطارته وبدون منية حدا. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا كنت ورا جوازته من فاتن بنت أبو حسان وبعتها مخصوص حتى تشوفه ويشوفها ويحصل نصيب. الفيلا اللي ساكنها حاليا والمزرعة هدول بالحقيقة ملكي والملك لله، وأنا خليت أبو حسان يبيعوا ياهم بتراب الفلوس. أنا يا أخواني مالي بخيل وما قلعت أخي من مكتبي عن قلة أصل أو عن تعسف أو تكبر معاذ الله. أنا حبيت يعتمد على نفسه وما يحس بالفضل لأي إنسان حتى لو كان أخوه. غسان أخي ابن أمي وأبي والدم ما بيصير معي، والوالد الله يرحمه وصانا ببعضنا وما بنسى كلامه وهو عم يقول لي وهو على فراش الموت: خليك أنت وأخوك يا ابني ستر وغطى، لا تشمتوا الناس فيكم. لذلك أنا بعتز وبكبر وبفتخر لما بيكون هو كبير. إيدي وهي بإيد أخي منفتة الصخر ومنقطف النجوم، وأكبر حمل مهما كان تقيل من شيله. أنا مالي فضل ولا مني حاشا لله، الفضل دائما وأبدا لله عز وجل. أنا بس هيأت له الفرص وهو اللي أثبت موجوديته وأكد للجميع بأنه أهل لحمل المسؤولية. أنا يا أخوان إذا حدا قال لي فلان أحسن منك يمكن أنزعج، بس إذا قالوا لي أخوك أحسن منك بشعر بسعادة غامرة وبتمنى إلحقه وحط كتفي بكتفه، بركي بنعدى منه بيصيبني شيء من نجاحه. هي كل القصة يا أخوان، وبتمنى أن يكون قمت بواجبي اتجاه أخي واتجاه الله عز وجل على أكمل وجه. بتصور بعد اللي سمعناه ما في حدا عنده اعتراض على ترشيح السيد مروان لهالمنصب؟ طبعا ما في شيء. انا عندي اعتراض. خير استاذ مروان، انا بسحب ترشيحي وبقترح ترشيح اخي غسان لهالمنصب لانه فعلا بيستاهله، وبالنهايه غسان شاب طموح وديناميكي وبتمنى من الاعضاء المحترمين يوافقوني الرأي.